إضافية، لذا فكل مواجهة للنصر بات الجميع ينظر إليها بمثابة النهائي. فالهدف التمسك بالأمل، وأمله اليوم تجاوز الرائد، والخطوة الأولى نحو المراد جاءت أسرع مما توقع الجميع ببصمة من الدون البرتغالي. إعادة الله، ومن غيره يفعلها، ومن غيره. لغة الأهداف التي غابت عن النصر آخر ثلاث مباريات أراد تعويضها وتعويض جماهيره عنها، فتابعنا هجمات مستمرة وخطورة لم تهدأ على شباك الروماني لونغ. من إحداها كاد الدون أن يكرر هدفه التاريخي رفقة ريال مدريد أمام اليوفي. هذا التحرك وهكذا سيطرة النصر ظهرت مع تعليمات الكرواتي لتشيتش ومطالب سوماديكا للاعبيه بضرورة تنظيم بعض المحاولات، خاصة وأنه يبحث عن تأمين موقعه فريقه بين الكبار، وهو ما حاول حصده متريتا من كرة ثابتة ويوكوفيتش بتسديدة بعيدة. محاولتا الرائد لم تمنع النصر من مواصلة رحلته الهجومية. عوض خميس أبعد واحدة قبل وصولها لأيمن يحيى، والحارس لونغ تدخل بقوة أمام تسديدة كوستافو قبل أن يهدر علي الحسن آخر محاولات الجزء الأول. ما طالت على الدون وبهيئ يا الرائد أراد الدخول في الثاني بشكل أقوى، إلا أن الصدمة النصراوية السريعة أحبطت مسعاه من جديد. عبد الرحمن غريب تمكن من تعزيز النتيجة بثاني الأهداف. غريب يضع الثاني، نعم نعم. رونالدو بقي أكبر مصدر للخطورة النصراوية، ومطالبه بضربة جزاء لم تجد آذانا صاغية لدى الفار، وهو ما حفز الرائد لمحاولة تقليص الفارق على أقل تقدير. نظم عدة محاولات أظهرت يقظة الحارس العقيدي من حافظ على نظافة شباكه في وقت بقيت خطورة زملائه مستمرة على مناطق الرائد، حتى جاء محمد مران من دكة البدلاء لإنهاء كافة الأمور بهدف ثالث. الله! ليس ذلك فحسب، بل بأجمل طريقة كتب عبد المجيد للصيهم نقطة النهاية لرباعية النصراوية. الله الله. نور الجاموس، صدى الملاعب. مبروك للنصر، هارد لك للرائد. كابتن أحمد، يعني النصر نقاط مهمة جدا حتى يقلص وحتى يبقى في دائرة المنافسة. أكيد.